نفذت شؤون الجنسيه والجوازات والإقامه حملات تفتيشيه مشتركه بالتعاون مع مديريه شرطه محافظه العاصمه وهيئه تنظيم سوق العمل الحملات التفتيشيه اسفرت عن ضبط عدد من المخالفين للانظمه والقوانين واتم اتخاذ الاجراءات القانونيه المقرره حيالهم وقامت مديريه شرطه محافظه العاصمه بحصر المناطق التي تتواجد بها العماله وتامينها واتخاذ الاجراءات التنظيميه اللازمه للتاكد من هوياتهم وصلاحيه اقامتهم وتصاريح العمل الخاصه بهم بالتعاون مع الجهات المعنيه واكدت شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه بان هذه الحملات تاتي استمرارا للجهود التي تبذلها في مختلف محافظات المملكه للتصدي للممارسات غير القانونيه في سوق العمل